السلام عليكم الحبايب ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيحه لاباس. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم غير واحد المحل دلوسي حاطه فيه الحوايج وداك الشيء. المهم يعني عملت واحد المشروع صغير وانا بغيت نشارك معكم باش الناس يستافدوا، واللي عجبته شي حاجه علاش لا مرحبا، يعني كتعمل هي لا ليفريزون كل شيء. جابت شويه السلعه واليوم وصلت شويه السلعه، وباقى السلعه ان شاء الله فوقاش ما غادي تجي، غادي نبقى نصور لكم. انا بديت لكم هنا محدا الباب، كاينين هنا عند السيكان. ومهم مو ديك الشيء نتوما شفتو، انا غادي نوريكم هذا الشيء المقابط من هنا. المهم عملاء هي جابت للاغلبيه الحوايج للدراري الصغار، باقا كل يد الناس كبارين عاد غادي توصل له، وديك الساعه ان شاء الله نصورها لكم. انا غير بغيت نشارك معكم حيت انا كيعجبني هذا الشيء الصراحه، والله العظيم كيعجبني هذا الشيء، وقلت نشارك معكم حيت كما انا كيعجبني حتى بزاف الناس كيعجبهم هذا الشيء هذا. ايوا صافي ها نتوما كتشوفوا هادو بسيطمات صغار، هادو هما داك السيكان منين واحد السيكان خرجوا الصراحه هاد العيال الصغيرين مزيونين بزاف كيحمقوا. صافي وعنده هنايا هاد الشيء هذا انتما كتشوفوا، ونوريكم الحوايج كما قلت لكم. دابا هي جابت غير الحوايج الدراري الصغار، كاينين السراول د البنات ود الدراري حتى هما، وكاينين هنايا هادو التريكوات د ايسي واكيكي صراحه مزيونين بزاف. انا خديت نيلف منه، خديت بحال هذا بحال هاد الكريت. صافي كيف ما كتشوفوا، وانا نوريكم السلعه اللي وصلت دابا، واحد البيجامات فنين حلوين الصراحه الله. هي حاطه الماكينه هنا حيت هي اصلا خياطه، حطاها يعني تبقى تخيط وداك الشيء. المهم هادو هما الكيطمات، هادو هما كيطمات فيهم لي طاي، فيهم لي طاي من فيهم من 5 سنين 4 سنين حتى 15 عام. وهادو البيجامات د الدراري الصغار حتى هما فيهم لي طاي، هانتوما سبايدر مان راشتوهم خارجين هاد العام بزاف طوندو. والبيجامات هادو انا ديت بحاله، هادو فيهم الالوان، يعني شو الصراحه الحوايج ملي كيكونوا معلقين هكا ما كيبانوش فحال لبسه، التعليقه ما كتعطيش الحق للحوايج فحال لبسه، اولا ملي كيكونوا على المانكان كيبانوا واعرين الصراحه. وفي اللبسه يعني في اللبسه باش كنلبسوهم، باش انا خديت ولبست إيلاف وعبد الإله كيبانوا واعرين بزاف. صافي هادو بيجامات د البنيات الصغارين فيهم لي طاي، كيبداو من 3 سنين ونتي طالعه. صافي وهادو داك التريكوات اللي قلت لك، هي حاطه يعني هنا غير الشونتيو، هادي نفس البيجامه د سبايدر مان ها نتوما شوفوا، حتى هي فيها لي طاي. وصافي هادي جات واحد السيده قبيله بالثلاثه، جات كبيره على بنتها وحطاتها هنا. انا نوريكم السلعه الكوليه اللي جات دابا هنايا، نوريكم بعد الشيء الاخر. راهم البيجامات اللي في الالوان اللي فيهم، فيهم الحمار، فيهم الشيبي، فيهم الغوص. صافي هنا عند الفوتو داك الشيء، وهاد الكيطمات اللي قلت لكم هانتوما. صافي وهادو هما الملابس الداخليه د الدراري الصغار والنساء وداك الشيء، هما هادو داك البيجامات اللي وريتكم. سخونين ومزيونين فنين. صافي هادو سبايدر الصراحه السلعه مشات، هادو سبايدر مان ود فخوزن مشاو في هاد اليومين، مشاو تبارك الله بزاف كيف ما قلت لكم. هادو ما مشاو الصراحه هاد الله، هادو داو منهم الناس بزاف لانهم سخونين. ها نتوما شفتوا الثوب ديالهم، انا نعاود نوريه لكم، سخون الصراحه المبره ها نتوما شوف. باقي غادي تزيد السلعه، وباقي ان شاء الله غادي يكبر المحل فنين، وكيجيو في اللبسه فنيونين الصراحه كيف ما قلت لكم. راه التعليقه والله ما كتعطي الحق الحوايج كيف ما كيبانوا في اللبسه اولا على المانكان صغارين ولا كبارين. صافي كيف ما قلت لكم هادو ماك، اليوم جاوا هادو، اليوم جاوا هاد البيجامات الصراحه. هاد البيجامات ديال الدراري الصغارين خرجوا فنين بحال داد الناس كبارين، كيجيو حلوين بزاف. هادو بيجامات كيف ما كتشوفوا بحال الكبارين تماما. هادو كيطمات، هادو كيطمات، وهادو عاود بيجامات عرفتوا واعرين. انا غنفتح لكم شي وحده حيت هادو دابا عاد جاو عاد غادي تفتحو كيف ما قلت لكم، وباقي الناس
انا غادي نوري لكم وحده، انا حمقوني هادو ونوري لكم انا شنو خديت نقيله في عدابه. الصراحه جابت لي غير بياسه واحده حيت خافت يعني تجيبهم وما يتمشاو ولا شي، جابت لي بياسه واحده ولكن الناس عجبوهم قالوا لا كون غير جبتي في حالهم. ها هما البيجامات ديال البنات الصغيرين فنين فنين كيحمقوا. انا كنت الصراحه خديت بيجامه نقيله في صافي، انا خد لها غير الكتمه دابا بلاتي نحطها ونوريها لكم. ها نتوما شوف يعني البيجامه ديال البنيتات صغارين عامله فحال بيجامه الناس كبارين وفيهم لي طي. لي طي ديالهم كيبداو يمكن من 3 سنين وانت طالعه فنين فنين حلوين وكيحمقوا، خصوصا هذوك الصغيورين مزيونين بزاف بزاف كيحمقوا كيف ما قلت لكم والله العظيم. صافي انا نوريكم الكتمه اللي خديت. صافي كيف ما قلت لكم هاد السلعه هادي باقا عاد غادي تسد تفاحتها، المهم عاد تشوف لها شي بلاصه. هذه هي الكتمه اللي خديت انا نالف فيها 3 بياس. هذا هذا دابا عاد جات هاد الكوليه وجات معاها فقط هاد الكتمه حيت انا عجبتني وقالت لي انا نجيب لك غير وحده ليلك حيت شويه طالعين في الثمن. مهم ها نتوما هذا التريكو ديالها وهذا السروال. وفي اللبسه كتجي فنه يعني كما قلت لكم الحجم اللي كتكون غير هكا وصافي راه الكاميرا ما كتعطيها شي حقها كيف ما خص. صافي ونعمل لكم هكا تور في المحل كامل. كيف ما شفتوا انا كيحمقني هادشي ديال البنيتات الصغيرين. صافي وهذه هي عملتها هنا كتعلق فيها غير بياسه 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 يعني غير باش الناس يشوفوا. وانا الصراحه كما قلت لكم وكنعاود نقول لكم انا التعلق ما كيعطيش الحوايج حقه في المنظر ديالهم. الصراحه كيجيو مزيونين من البوسين. هذه هاد البيجامه هذه بعدا كتجي فنه. انا اخترت هاد اللون هذا نيت هاد الشيء بهذا حمقني. كاين الاحمر وكاين الغوز، حتى الغوز واعر كيحمق والاحمر حتى هو. المهم انا خسرت الشيبي حيت انا عندي بزاف ديال البيجامات عندي بزاف في الغوز. صافي هادشي اللي كاين كما قلت لكم ديال الكبارين عاد غادي عادي تعاود تجيب زعما. صافي هادو ما عند البنيسات الصغيرين كيف ما قلت لكم راه كدعمل لها لي فغيزون صاردت يعني بزاف ديال الناس ووصلاتهم وصلاتهم السلعه ديالهم الحمد لله. في كتصيفط في امانه ولا مهم فين ما كان زعما فين ما بغيتو راه كتصيفط. بغيت نفتح لكم هاد الكري حمقتني حتى هي. شوفوا كيفاش عامله فنه فنه لي ديتاي اللي فيها عاملين بحال بيجامات ديال الناس كبارين. هادو فيهم الكري وفيهم الغوز وفيهم هاد التشيني هذا وفيهم هاد الخضيدر هذا. صافي هادو وفيهم الزرق فيهم هاد الزرق وفيهم الزرق هذا. صافي هاد الالوان اللي فيهم. والبيجامات هادو فيهم الغوز وفيهم الشيبي وهذا ما فيهم الكري وفيهم الغوز وفيهم هاد الخضيدر هذا ها هو وفيهم هذا علي الموف قريب للموف. صافي كيف ما قلت لكم وفيهم لي طاي بحال مثلا هذه فيها 4 سنين كاينه 12 عام كاينه 6 سنين يعني جميع لي طاي كاينين. وكيف ما قلت لكم لا لي ودابا غادي نوريكم المهم غنوريكم هادشي اللي هنا باش نختم معكم ان شاء الله الفيديو هنا. بحال المهم هادشي هذا كيعجب الوليدات الصغارين فاش كيشوفوه كيعجبهم حتى انا كيعجبني الصراحه هادشي. هادو مرايات هادو مرايات فيها المشطه حتى هما ديال البنيتات الصغيرين. وهادو انا هادو حمقوني فنين. ها شوف هادي كد ها نتوما فيها 3 هادو يمكن كيمشيو 3 ب5 دراهم. و
وهادو هما البندوات وفيهم القماش ديال الشعر ديالو، وهادو هما مقبطات، وهادو هما حتى هما القماش. انا عجبوني بحال هادو، خديت بحال هادو الى في مدري. شوفوا التقطيه صافي. وهادو هما البندوات، فنين فنين هاد التشكيلات هادو. انا حمقوني شوف، هادو البندوات فيهم نونوخس، وهادو البندوات فيهم الوريدات. شوف شوفوا كيفاش عاملين لي ديطاي ديالهم وداكشي صافي. وهادو بندوات كبارين هكا هكا زعما كيجمعوا الشعر مزيان. هادو مقبطات، و هادو ما بندوات فيهم طريبشات. شوفوا المهم هادشي مزيان الصراحه، بزاف كيحمق كيحمق. صافي وهادو ما ستيكان فيهم بزاف، فيهم الاميرات، فيهم خوزن، فيهم ايلزا، فيهم هاد ماشا، فيهم بزاف الاشكال. هادوما كيعملوا هادوما كيعملوا 35 درهم، وهادوما بسيطمات كيعملوا 10 دراهم. كيف ما كتشوفوا زعما الصراحه اثمنه مناسبه والله العظيم، وخصوصا هذيك البيجامات البنيتات الصغار فنين فنين ورخيصين بزاف 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 والله العظيم. وكيف فرحوا فيهم البنات الصغارين. المهم كيف ما قلت لكم ان شاء الله ملي غادي توصل السلعه والحوايج ديال الناس كبارين غادي نصور لكم اكيد. وهنا كنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم. ها هي علقت وحده في الغوز، في خوزان. شوفوا هذه طاية سعود، وكيف ما قلت لكم والله العظيم التعلق ما كيعطيش الحق ديال التصاور بحال اللي كيكونوا لابسينهم مزيونين وسخيخنين.